بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا الكرام، المحادثة الأطول بين وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وإيدو كوهين وزير خارجية دولة الاحتلال كانت مركزة حول الوضع الفلسطيني والوضع الإيراني. ملخص ما قاله بلينكين لوزير الخارجية الصهيوني: أولا، أن الاتفاق النووي غير مطروح الآن بالنسبة لنا، أي بالنسبة للأمريكان. ثانيا، التعاون بين روسيا وإيران، هذا الأمر لا يخضع الآن للمناقشة. القضية الثالثة، أن موضوع الضم في الضفة الغربية هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن أن نقبل به. أيضا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، هذا أيضا خط أحمر ولا نقبل أي تغيير في الوضع الراهن. هذا هو ملخص السياسة الأمريكية، وهذه ملخص التوجيهات الأمريكية للحكومة الصهيونية الجديدة والتعليمات الإضافية لدولة الاحتلال سيتلقاها نتنياهو في زيارته القريبة لواشنطن. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنفض يدها من الكيان الصهيوني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.